الرحمن الرحيم، نتناول اليوم المعايير السكنية لقضاء سامراء، وهو أحد البحوث المقدمة في قسم هندسات العمارة. منطقة الدراسة سامراء هي أحد المدن العراقية التي تقع على الضفاف الشرقية لنهر الدجلة وتابعة لقضاء تكريت ضمن محافظة صلاح الدين، والتي أحدها من الشمال بلدية تكريت، ومن الجنوب بلد، ومن الشرق ديالة، ومن الغرب الأنبار، ضمن إحداثيات جغرافية خط طول 43 درجة و45 شارطة شرقا، وخط عرض 34 درجة و35 شرطا شمالا، وتبعد 125 كيلومتر من شمال مدينة بغداد. وحسب آخر إحصائية لوزارة التجارة لسنة 2003، فإن عدد سكانها قد بلغ 300 ألف نسمة، وبسبب النمو السكاني المقدر 3.1% سنويا، فإن التقديرات السكانية لعام 2007 أظهرت أن عدد سكان مدينة سامراء قد بلغ 339,268 نسمة بنسبة ذكور 50.7% وإناث 49.3% من مجموع السكان، وهذا مصدر وزارة التخطيط. وفي سنة 2007 قامت منظمة اليونسكو بضم مدينة سامراء إلى قائمة التراث العالمي. إن الزيادة الكبيرة في النمو السكاني جعل الحاجة السكنية مشكلة رئيسية في المدينة، لذا نرى أن الاستعمال السكني احتل نسبة كبيرة من استعمالات الأرض في المدينة، مما اضطر السكان إلى التجاوز على الاستعمالات الأخرى لغرض بناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تغيير الكثير من الاستعمالات المقترحة في المخطط الأساسي المقر من قبل وزارة البلديات لسنة 2010. هذا خارطة لاستعمالات الأرض الحالية لمدينة سامراء، والتي تم إنتاجها باستخدام GIS. نلاحظ بالليجنت أنه اللون الأصفر هو الإكزيستينج، واللون الأزرق الفاتح هو الصناعي، واللون الأخضر هي مناطق زراعية، واللون البرتقالي هي الاستعمالات العامة، أما التراث هو باللون الأصفر الفاتح، الإديوكيشن باللون السمائي، واللون المخطط الجوزي هو الهيلث الصحة، والأوبن سبيسز هي المهشرة باللون الأبيض، والباركس المتنزهات باللون الرصاصي، والبوبليك بيلدينج باللون الجوزي، والبوبليك كلتشر باللون الوردي، والسكني هو باللون الوردي. ولاحظ السكن كان يحتل مراكز واسعة من مخطط التصميم الأساس. هنا خارطة التصميم الأساسي لمدينة سامراء للعام 2010. نلاحظ بالنسبة لنفس المحددات، الأخضر هو الزراعي، والمهشر البرتقالي الهيلث، ونلاحظ الرصاصي هو يأخذ السكني، واللون الوردي أيضا يأخذ السكني. فهذا هو التصميم المقر والمعمول به في مدينة سامراء. نلاحظ بالمخططات القديمة توضح النسب في السنوات الماضية، حيث أن مدينة سامراء في عام 47 كان نفوسها 8,173، وصارت زيادة تقريبا 7.88، فصار بين عامي 67 إلى 87 7,650. النفوس مالتها بعام 87 كانت سامراء
تقريبا 60,779، وكانت مساحتها 116 هكتار، وصارت الكثافة السكانية بوقتها 39.83. ومثل ما تعرفون الكثافة السكانية هي عدد السكان مقسوما على المساحة. فالنفوس ومساحة الرقعة المكانية لعام 62 اللاحة السامراء تقريبا 20,000 نسمة. المساحة بال62 هي 236 هكتار، والكثافة السكانية هي 85، 85 بير الهكتار. النفوس أيضا في عام 87 نلاحظ رقم 10، كانت نفوسها 66,767، والسكنية فقط 67,575. النسبة المئوية مال السكان السكنية 25.8، والأبنية التعليمية 12,670 بناية، والنسبة 3.33. الأبنية الصحية كانت 6,000 بناية وبنسبة 4.2. بنايات المدينة المستنتجة حديثا يمثل الاستعمال السكني أعلى نسبة في استعمالات الأرض الحالية لمدينة سامراء، بلغ حوالي 37.37% بمساحة 8 كيلومتر مربع و82,000 متر من نسبة استعمالات الأرض الكلية، الذي يعطي مؤشرا واضحا للكثافة السكانية العالية في مركز المدينة. يتبعه في الكثافة الاستعمال الزراعي في أطراف المدينة، ومن ثم أقل نسبة كانت للاستعمال الخاص بمواقف المركبات التي بلغت 8%، والذي يعطي مؤشرا لسبب الازدحامات في حركة النقل والبضائع في مركز المدينة. في المخطط الأساسي أعلى نسبة كانت مخصصة للاستعمال السكني بنسبة 36.58%، ويتبعها نسبة عالية لمواقف المركبات بحوالي 23.37%، مع أن نسبة الاستعمال التجاري كان قليل 2.8%، الذي يعطي مؤشرا بأن المخطط الأساسي الحالي يسعى لتقليل الزخم في مركز المدينة من خلال تغيير هذه النسب. إن أكثر الاستعمالات تأثيرا على المخطط الأساسي تمثلت حسب تسلسل نسبها بالاستعمال زراعي بالبداية، تجاري، صناعي، سكني، مواقف المركبات، مما يدل على أن المخطط الأساسي أهمل الاستعمال الزراعي وأعطى الحق في استغلال هذا الاستعمال للسكن واستعمالات أخرى. اتجاه توسع المدينة الحالي وبالاعتماد على الزيادة الحاصلة في تركز السكان واتجاهها، بالإضافة إلى توفر الخدمات في هذه التركزات، تبين من خلال نتائج البحث أنه بالاتجاه الشمالي الشرقي، والذي يتطلب من المخطط الأساسي مراعاة هذا الاتجاه وعدم تركيز التوسع بالاتجاه الجنوبي الشرقي فقط. المخطط الأساسي اعتبر توسعه لحدود المخطط القديم لسنة 90، حيث تضمن توسعة للمناطق السكنية والمناطق المفتوحة والخضراء بنسبة عالية، والتوسعة تكون على حساب المناطق الفارغة والزراعية في ضواحي المدينة، ولم يتضمن المخطط توسيع لاستعمال داخل المدينة ولا معالجة المشاكل في المركز. نلاحظ من جدول رقم 1 هاي مقارنة بين نسب ومساحات استعمالات الأرض لواقع الحال والتصميم الأساسي والتجاوزات. ناخذ السكني 8,248، يعني نسبتها تقريبا التجاوزات بي 5.75. ونلاحظ أنه المتنزهات كانت 1 بالألف، والصحي كان ضمن الخطة، التعليم ضمن الخطة، التجاري ضمن الخطة، فقط المتجاوزين هي الزراعي 0.436 بواقع 14% من نسبة التجاوزات. هسه حساب المساحات والنسب السكنية والخدمية لبعض مناطق سامراء. نلاحظ الجبيرية الأولى واللي هي رقم 10 بالتصميم الأساسي،
المساحة الكلية للحي هي 58 لا 584,554 متر مربع. مجموع مساحات البلوكات السكنية حوالي 354,432 متر مربع، يعني نسبة الوحدات السكنية بالنسبة للحي هي 60%، ومجموع مساحات المباني التعليمية 36,896 متر مربع. نسبة الجزء التعليمي، نقسم مجموع مساحات المباني التعليمية على المساحة الكلية راح تطلع لنا 6.3. بالنسبة للخضراء هي 19,429 متر مربع. نسبة المساحات الخضراء، مجموع المساحات على المساحة الكلية تطلع 3.3%. مجموع مساحات الجزء التجاري 23,198، النسبة 4%. النسبة المتبقية هي نسبة شوارع، الرئيسي 25 متر، الثانوي 15، والفرعي 6 متر. بالنسبة لحي المعلمين هو رقم 12 في التصميم الأساسي. المساحة الكلية للحي هي 43,678,057 متر مربع. مجموع مساحات البلوكات السكنية تقريبا 202,803 متر مربع. نسبة الوحدات السكنية بالنسبة للحي، نقسم مساحات الوحدة السكنية على المساحة الكلية راح تطلع لنا 47% نسبة الوحدات السكنية في الحي. بالنسبة للمساحات المباني التعليمية هي 31,848. إذا نسبة الجزء التعليمي هو مجموع مساحات المباني التعليمية على المساحة الكلية راح تطلع لنا 7.4%. الخضراء فيها 37,193 متر مربع، نسبة المساحات الخضراء 6.3. أما الجزء الخدمي النسبة 8.6%، ومساحة الخضراء هي 9.7%. إذا المساحة المتبقية هي شوارع. حي الضباط الأولى واللي رقمها 16 بالتصميم الأساسي، المساحة الكلية للحي هي 72,641,090 متر مربع. مجموعة مساحات البلوكات السكنية حوالي 383,752,077 متر مربع. مجموع نسبة الوحدات السكنية 52.82 نسبة الوحدات السكنية في الحي. ومجموعة مساحات المباني التعليمية 40,900 متر مربع. فإذا نسبة الجزء التعليمي بالقسمة راح تطلع لنا 5.63%. المساحات الخضراء 76,265، يعني نسبتها 10.49%. والجزء الخدمي 9,600 متر مربع، يعني النسبة 1.32%، والنسبة المتبقية هي شوارع. فإذا التوصيات، الأخذ بنظر الاعتبار التوسع في أطراف المدينة باتجاه شمالي شرقي، ويكون التوسع في الاستعمال السكني والتجاري لتقليل الزخم السكني في مركز المدينة. يجب إعادة النظر في تنطيق المخطط الأساسي لمعالجة التجاوزات التي تؤثر على اتجاهات نمو المدينة، ووضع حلول وقوانين تخطيطية وتنظيمية وتطويرها بما يلائم سياسة المدينة وخصوصية المنطقة. ضرورة إنجاز مخططات تفصيلية لمركز المدينة والمناطق المحيطة بها لغرض معرفة المواقع المهمة التي تتأثر وتؤثر على التوسع العمراني، وخاصة اتجاهات التوسع. إبراز الاستعمال السياحي الذي أهمله المخطط الأساسي وتحديد معالمه وحدوده. خمسة، المحافظة على الطابع الزراعي للمنطقة ووضع قوانين وتشريعات تمنع من تغيير هذا الاستعمال إلى استعمالات سكنية.
6 أن استغلال الأراضي الزراعية واستعمالها بشكل صحيح حسب ما تم تخصيصها في المخطط الأساسي القديم يمكن أن يشكل خطوة تطويرية للمدينة من خلال الأراضي والمساحات الشاسعة لهذا الاستعمال المحيط بالمدينة، والذي يمكن أن يساعد على تنمية المدينة اقتصادياً. 7 ضرورة تحديد مناطق لتركز الصناعات في أطراف المدينة، بالإضافة لاستبعاد النشاطات التجارية التي تتركز في مركز المدينة، وتشجيع إيجاد مراكز فرعية للتجارة أو التسوق، بالإضافة إلى نقل أنواع محددة من النشاطات خارج المدينة. نأمل أن من هذا البحث أنه استفدت. شكرا، وإلى لقاء آخر.